السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز تدريب كلاب الحراسة أبو غنوج، معاك كابتن أبو غنوج. معانا يا جماعة ديت ساندي، ملك الأستاذ محمد شحاتة، هو مش من محافظة البحيرة خالص. طبعا الكلبة ديت احنا بنعرضها للبيع النهاردة. حبيت أول مرة أعرض حاجة للبيع إن أتكلم معاكم عنها. دي كلبة انتهية لونج هير، بسم الله ما شاء الله ألوانتها حلوة جدا، ربنا يبارك لصاحبها يا رب. الكلبة ديت عمر زي سنة ونص أو سنتين إلا، ولدت مرة واحدة. طبعا كلبة كانت خفتها جميلة جدا، وفي صور لأولادها والكلام ده كله. كلبة جميلة جدا، كلبة مستوى حلو، كلبة فيها عرقوب حلو، كلبة فيها ديل الأرض. طبعا مواصفاتها واضحة خالص. كلبة فيها وش أحمر، فيها دم حلو، فيها دم خفيف. الكلبة ديت عاملة 3000 جنيه، صاحبها هو صاحبها طالب فيها 3000 جنيه يعني. فطبعا يا ريت اللي هيحتاج الكلبة ديت رقمنا معروف يتصل، احنا مش هنرد على كومنتات او كلام من ده، احنا هيبقى التعامل معانا عن طريق التليفون والاتصال دايما، مش هنرد على طلبات على الواتس والحاجات دي كلها باذن الله. تاني هيبقى التعامل معانا عن طريق التليفون، اي حاجه عن طريق التليفون احنا تحت امر حضرتك. يشرفني اتصالك، يشرفني سماع صوتك. طبعا الكلبه مواصفاتها واضحه، احنا مش هننزل لها صور ولا حاجه، هي الفيديو مقطع فيديو ان انت حضرتك تشوف الكلبه وتتاكد من شكلها كويس واعرف مواصفاتها ايه قبل ما حضرتك تشتريها وتتعامل بيها. الكلبة باينة خالص، كلبة جميلة جدا، كلبة هادية لعبية، تحب اللعب جدا، الكلام من ده، شاطرة جدا في تربيتها للكلاوي والكلام ده كله. كلبة بسم الله ما شاء الله. طبعا المواصفات واضحة في الفيديو، لو في حد بقى مش واخد باله من المواصفات كويس يبقى يتفضل يشرفنا. طبعا الكلبة موجودة، أول ما يتم بيعها هنرفع هنعرف الناس إن هي انباعت، أو عن طريق التليفون هنعرفكم إن هي انباعت. طبعا لو في اي استفسار عن طريق التليفون احنا تحت امر حضرتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.